السلام عليكم. تداول ناشط على صفحة الفيسبوك في الساعة الأخيرة صورة لفتاة تنحدر من ولاية ميلا وهذا ما حدث معها. تابع الفيديو للأخير. لا تخلو صفحة الفيسبوك في الساعة الأخيرة بولاية ميلا من الحديث عن الفتاة ريتاج، وحسب المنشورة المتداولة فإن هذه الفتاة تنحدر من ولاية ميلا وبالضبط في بلدية وادي العثمانية وتدعى طالب ريتاج، وخرجت يوم الأربعاء 6 جوان 2023 على الساعة 8 صباحا ولكن لم تعد إلى المنزل كعادتها، ما جعل أهلها وذويها يدخلون في حيرة كبيرة من أمرهم، خاصة وأنها تبلغ 14 سنة فقط، أين تم نشر صورة حديثة لها على أوسع نطاق في منصة الفيسبوك حتى يسهل التعرف عليها في حال مصادفتها، كما تم إبلاغ المصالح الأمنية والتي بشرت تحرياتها في هذه الحادثة.